بالرغم من كافة المحاولات السلمية لإيقاف نزيف الدم اليمني، وبعد جهود مضنية من قبل المبعوث الأممي لتمديد الهدنة الداعية لإيقاف إطلاق النار وفتح طرق المدن المحاصرة من قبل الميليشيات الحوثية، إلا أن الأخيرة أظهرت معدنها الصدأ من جديد ورفضت جهود السلام. المواقف الدولية كانت واضحة من هذا التعنت، فقد هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية الميليشيات الحوثية لرفضها في تمديد الهدنة باليمن، إلى جانب تهديداتها للملاحة البحرية، وعبرت عن قلقها العميق إزاء انقضاء الهدنة في اليمن دون التوصل إلى اتفاق لتمديدها. كما ورحبت الولايات المتحدة بدعم الحكومة للمقترح الأممي بشأن تمديد الهدنة. بدوره عبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن خيبة أمل شديدة بسبب عدم تمديد الهدنة، وطالب الميليشيات الحوثية بإظهار التزام حقيقي بالسلام. كما اعتبر بوريل أن رفض الإنقلابيين لاقتراحات الأمم المتحدة خطأ استراتيجي لا يريده اليمنيون ولا يستحقونه. من جهتها رحبت الخارجية الفرنسية بموقف الحكومة من ملف تجديد الهدنة، معربة في بيان عن أسفها من عدم قبول الميليشيات لتمديد الهدنة، ودانت باريس تهديدات الإنقلابيين كما دعت لعدم التصعيد. كما وأعربت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي عن خيبة أمل بلادها الشديدة من عدم التوصل إلى اتفاق على تمديد الهدنة في اليمن. في السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف في اليمن للامتناع عن ممارسة أي استفزازات يمكن أن تصعد من العنف. وتأتي تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بالتزامن مع فشل الجهود والمساعي الدولية لتمديد وقف إطلاق النار والهدنة الأممية التي انتهت في 2 أكتوبر الجاري.